مسيرة وطن خطوة مش بس أصحابي، لازم يكونوا أصحاب اللبنانية كلهم، فعم بيشتغلوا مشان بلدهم من دون أي مقابل، ففول باك أب. وبوقت يلي أنا فقد أمل بشي كان اسمه لبنان، بهدول مجموعة الشباب برجع بلاقي شوي صغيرة من وطنيتي وحأمشي معهم. مسيرة وطن 600 كيلومتر 52 يوم مشي، لقونا الأحد 21 الأول بساحة الشهداء الساعة 9، تنبلش سوا مسيرة وطن.